عليه أي من هذه الأعراض فلا بأس في تركه يتسلى بالألعاب على هذه الأجهزة لساعات. الأجهزة الذكية ما لها وما عليها لمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا هنا في الاستوديو رانيا الصوالحي الباحثة والمدربة التربوية الحديث عن استعمال الأجهزة اللوحية للأطفال. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذة رانيا. يكثر الحديث عن الأجهزة اللوحية الأجهزة الذكية عموما أنها سلبية وقد تؤثر سلبا على الأطفال، ولكن سنكون إيجابيين في طرح السؤال الأول، إلى أي مدى قد تكون الأجهزة الذكية سبباً في تعليم الأطفال؟ أسعد الله صباحكم أكيد والسادة المشاهدين والمستمعين. إذا نتحدث عن أجهزة ذكية لابد أن نكون أذكى من هذه الأجهزة. صحيح. كيف نتعامل معها؟ كيف نوظفها؟ بالتأكيد أنها سبب من أسباب تعلم الطفل. من جمال الأطفال أنهم يتعلمون من كل ما حولهم، يعني الحب الاكتشاف الفضول المعرفة هذا سمات أساسية في الطفل، لكن السؤال الأهم هل نحن أذكياء في اختيار هذه الأداة لطفلنا في هذه المرحلة؟ نبسطها، الطفل في هذه المرحلة يحتاج أنه شخص يتواصل معه حتى ينمي مهارات التواصل، يكتشف ويكون أقرب للطبيعة أو للبيئة من حوله. هذه المرحلة عن أي عمر نتحدث؟ نتحدث عن الطفل منذ بداية ولادته حتى اكتمال نمو، يعني نحكي عن 15 16 17 يمكن بعض الناس حتى كلها هذه المرحلة. الطفل بحاجة أنه ينمي مهارات التواصل، بحاجة أنه يتفاعل مع البيئة من حوله، وبحاجة أنه يكتشف. هذا الاكتشاف لن يكون في غرفة معزولة مع جهاز لوحي مهما كانت هذه الأداة، أكيد سيتعلم منها بعض الشيء، لكن الذكاء الحقيقي أنه نأخذ ما يستفيد من هذا كي يطبق ويكتشف العالم من حوله. يعني من تطويع هذه التكنولوجيا بذكاء الإنسان بحيث تكون مفيدة للطفل. في النهاية الإنسان هو الذي اخترعها. صحيح. لكن لماذا اخترعها هذا السؤال الأهم، وماذا يضع فيها وكيف يوظفها؟ ليس فقط جلوس في مكان هادئ لفترة طويلة، لكن استثمارها بشكل أفضل. يعني مثال، مثلا في واحدة من المدرسات كيف تعلم الأطفال، ليس باستخدام التطبيقات، لكن كيف نوظف هذه الكاميرا اللي موجودة كي نكتشف ونكبر الصورة، نكتشف البيئة ويفعل منها أو يعني بعض المخترعات بعض الابتكارات ويتنافسوا فيها على مستوى عالمي. إذا ليس تطبيق المحتوى، لكن تطويع المحتوى، استثمرنا الفيتشرز أو الخصائص الموجودة بهذه الأجهزة، سواء إحنا نتحدث تكنولوجيا عن الكاميرات عن أجهزة التسجيل وليس فقط عن هاتف أو آيباد أو بعض الأجهزة الذكية. طيب هل هنالك أوقات محددة لاستعمال هذه الأجهزة؟ هل هنالك لنقل فترة زمنية يمكن أن نعطيها للطفل ليستعمل هذه الأجهزة؟ إحنا نفضل غالبا أنه ألا يقترب منها أساسا، يعني نحاول قدر المستطاع أن نقلل فترة الاستخدام إن لم تكن معدومة. يعني أنا لن أبدأ في دراسات واستعراض إحصائيات لأنه هذه الدراسات تتغير باستمرار، وبعض يقول من أين أتت هذه الدراسة ومن المنهجية البحثية، لن ندخل بهذه التفاصيل. الأغلب أنه ألا يستخدمها طفل يقل عمره عن 3 سنوات 4 سنوات بتاتا، حتى ما تكون في البيئة المحيطة، لا لمشاهدة برامج تعليمية، لا يعني هنالك العديد من الاستخدامات لها. احنا عم نحكي عن طفل عمره شهر شهرين سنة سنتين، يعني لماذا يكون هذه الأجهزة أصلا من حوله؟ الآن على المستوى الأكبر يمكن شخص يحكي لك ساعة ساعتين حتى المرحلة الأهم، لكن لماذا أعطيته هذا الجهاز؟ في بعض دور الرعاية يعطوا أو يجلسوا الأطفال بالساعات، يعني ولي الأمر يدفع لدور الرعاية ويكون في الخدمة في النهاية التي تقدم للطفل أن الطفل يجب أن يجلس بصمت أمام هذا الجهاز أو أمام التلفزيون أو الكمبيوتر إلى آخره لمدة، يعني حتى يأتي الولي الأمر يصطحبه. طبعا أين الرعاية في الموضوع؟ يعني هذا الأمر ممكن عفوا أي شخص يقوم فيه، لكن سوء فهمنا أنه كيف نوظف هذه الأدوات أو هذه التطبيقات والمحتوى. نعم. إذن متى تصل التطبيقات التعليمية أن تكون سببا إلى إدمان الطفل؟ هلا الإدمان يختلف، يعني مدة المزاولة والاستخدام، تعريفنا للإدمان يعني ممكن كم فترة زمنية اللي أنت بتستخدمها. شخص لم يكن يستخدم أبدا وبدأ باستمرار يعني 24 ساعة ده بالتأكيد مدمن، ينام يستيقظ يفتح، لابد يكون ولي الأمر علاقته وثيقة مع طفله يدرك ما التغيير الذي حدث عليه. أحيانا يكون في عنف وتشنج أنه لا يستطيع أن حتى يتواصل مع من حوله، يرفض أن يأكل معهم، يبقى معزول، فقط أريد هذا الجهاز، لا أريد أن أذهب معكم، بكل هذه الأسباب والأعذار. هنا نبدأ نقول لا، في مشكلة عند هذا الطفل ولا يتفاعل مع من حوله، أصبح مرتبط مع هذه الألعاب الإلكترونية أو مع هذا الجهاز، لا يريد أن يتواصل مع من حوله. وهنا يبدأ السؤال لماذا. أحيانا طفل يرفض الذهاب للمدرسة بحجة أنه يريد أن يبقى مع الجيمز والألعاب وكذا.
احيانا يكون في عنف، احيانا يكون في تشويش. بعض الاطفال متحدث معهم لا يفقه شيء، حتى ما بيرد علينا، بتحس هيك في غشاوة، في غشاوة وهو في عالم آخر كأنه يعني أحيانا بتأثر على كل طفل، قدراته، اهتماماته، العالم اللي موجود فيه. ولا نستسهل، يعني الأم أحيانا تكون مشغولة أو ولي الأمر أو حتى المعلمين في مدارس، نعطيهم هذه الأجهزة كي ينشغلوا فيها، لكن وتؤدي لإدمان. طيب لو تحدثنا عن العمر، أنا هنا يلفتني دائما العمر، بعض الأهل يتركون هذه الأجهزة مع أطفال في عمر الأشهر، في عمر 5 سنوات إلى ما ذلك، ألا يوجد تفرقة بين المراحل العمرية المختلفة؟ يعني أعتقد أن شخص في 15 من عمره ربما هو ليس كالثالثة من عمره، يعني يمكن بالفعل أن يستفيد من هذه الأجهزة اللوحية. أحسنتي، هون تأتي التراكم المعرفة ما كان من قبل. يعني أنا مثلا كم عودت ابني، وهنا نأتي لموضوع الذكاء، ونحاول ندرب على الانضباط الذاتي فيما يسمى بسويتش أون سويتش أوف، مهارة أنك متى تعمل ومتى توقف. يعني احيانا في بعض العلماء بيسموها مثل الذات الممتده، يعني كيف اللباس بياثر علينا او ممكن الناس يعتبروا جزء من شخصيته. يمكن يصيب بعض الناس قلق وتوتر انه لو ابتعد عن هاتفه او شخص حكى له انك فقدت او ضيعت هاتفك، يعني يصيبه جنون انه لا هاتف. نرى بعد هذه التصرفات، لان هذا الطفل او الشخص الانسان اللي عمره 15 سنه كم اسست فيه خلال الفتره السابقه من معارف وقدرات ومهارات حتى يستطيع انه يطور مثل هذه الاجهزه. يعني كم تعلم من الحياه قبل ان يدمن من الحياه وهدف. يعني في بعض الطلاب طالب ابدع وانه استثمر برنامج الباوربوينت وانتج منه لعبه تحاكي الفيديو جيمز اللي تتطلب بعض البرامج التقنيه الاخرى، لكنه استثمر هذا الوقت الذي يقضيه على برنامج الكل لديه في منزله وانتج منه شيء ابداعي وشيء غير تقليدي. إذا هذا الطفل هل لديه هدف؟ هل يدرك ماذا يفعل؟ هل جلست معه وحاورته؟ مع أطفالي عندما أكون معهم في فرق كبير جدا بين بعض الدول عندما يسمحون ببعض التطبيقات ويضعوا عليها عمر، هذا التطبيق مثلا يناسب هذه الفئة العمرية، هذا يناسب هذا المحتوى أو هذا الهدف. نحن قد لا ننتبه، وفقط أي تحميل أي برنامج أحمله على جهازي وأعطيه لأي طفل مهما كان العمر. هنا يكمن الذكاء في التعامل. إذا هل جلست مع طفلي وحادثته وحاورته؟ هل نبهته؟ هل نتناقشت معه في القيم، في السلوكيات، في المحتوى الموجود وأثره على هذه الشخصية؟ ليس الموضوع على التلقائية وبالكامل أنه خلاص عمرك 15 سنة معناته أنت يعني كبير بما واعي ومدرك وتستطيع أن تفرق بين كذا وكذا. نعم، نود أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، تحكم الأباء أو الأمهات في تعلق الأبناء بالأجهزة الذكية بشكل كبير إلى مرحلة الإدمان. قد أعيد ذكر القصة التي ذكرتها قبل بدء هذه الفقرة معك أستاذة رانيا بما يتعلق بالموقف الذي شاهدته يوم أمس بالنسبة لطفل ربما لا يتعدى 4 سنوات وكان يصر على والدته أن تعطيه الهاتف ليقوم باللعب في الهاتف في إحدى التطبيقات الخاصة بالألعاب، وكان يصر على ذلك في حين ما لفت انتباهي وبشكل إيجابي أن والدته كانت تحاول التفاهم معه بمستوى طفلها، عدم الصراخ، عدم إهانة هذا الطفل، وأن تتحدث معه بصوت خافت وبأسلوب جميل. إلى أي مدى الأسلوب، أسلوب الوالدين مع الطفل قد يؤثر سلبا أو إيجابا في عملية التحكم المتعلقة بالتطبيقات الذكية؟ فنقسمهم إلى قسمين، موضوع التعامل مع الطفل وما قبل التعامل مع الطفل. يعني الآن لما يراني أنا ومن حولي أو من حوله أنه هذا الجهاز هو محور حياتنا، أستخدمه دائما، لا أستطيع أني أتركه، لو أي شخص يتحدث معي أنا لا أرفع رأسي عن الجهاز، هو يقلدني بطريقة أو بأخرى. أحيانا نحن من نغرس فيهم قيمة هذه الأجهزة عندما نجعله كمكافأة، افعل كذا وبالتأكيد سأحضر لك مثل هذه الأمور. طيب هذا في العوامل المحيطة. الآن الطفل بدأ ينتبه ويريد أن يحاكي أو يسمع من أصدقائه، سواء أنا بقصد أو بدون قصد أو بالبيئة التي من حوله، كيف أتفهم أنه هذا الطفل طبيعي أنه يحاول أن يكتشف؟ لكن يكون عندي بدائل أخرى، يعني ماشي قد نفتح هذه التطبيقات نبدأ مع بعض، لكن أحاول أن ألعب معه، أحاول أن يأخذه مثلا في الخارج، أشجعه أن يكتشف، أن يكون هناك شيء أكثر إثارة، أكثر تحفيزا. وهنا يكمن التحدي في المدارس وحتى مع أولياء الأمور، أنه كيف نستطيع في الأدوات التعليمية أو في الأندية في الأنشطة التي حول هذا الطفل يكون شيء أكثر تحفيزا وأكثر جذبا من الأجهزة، من الأجهزة وما توفره بكافة تطبيقاتها وما يمكن حتى أن هو يتصفح بهذه الطريقة. إذن الأسلوب والحوار مهم جدا، الوعي من الوالدين كيف نتصرف في مثل هذه المواقف حتى لا يسبب ردة فعل وعناد وتحكم أكثر. إذن كسب العلاقة، الود، الحوار، الاحتواء.
يعني الاحتواء، وانتشرت كثيرا في مواقع التواصل موضوع اتفاقية بين أم وأبنائها أنه إذا أردت أن تأخذ هذا الجهاز لابد أنه إحنا نوقع مثل اتفاقية في ساعات معينة، في أمور معينة، أن يكون في كاسول ممكن تكون بين الأهل والأطفال، ويكون في بعض الأجهزة بذكاء أنها تغلق الجهاز بعد وقت. هناك الكثير من التطبيقات، ونعود مرة أخرى كيف نتعامل بذكاء أكثر من الأجهزة الذكية نفسها. صحيح، وأكيد الأهل لديهم الخبرة دائما في التعامل مع أطفالهم، كل أهل يدرون ما يحبه أطفالهم وما لا يحبونه وكيفية التواصل معهم. شكرا جزيلا لك يا سيدة رانيا الصواحي الباحثة والمدربة التربوية على وجودك معنا هنا. شكرا أستاذة رانيا. وصلنا معكم إلى نهاية الساعة الأولى من الجزيرة هذا الصباح، وما زال لدينا